طابت أوقاتكم. السيستاني يشدد على عدم التعرض بالسوء لغير المسلمين تعليقا على قول رئيس الوقف الشيعي بأن أحكام الإسلام تجاه المسيحيين هي دفع الجزية أو القتل. الزهيري أحمد: المشكلة ليست بالسهلة ونحن نغرق في محيط المسلمين والمفتين والمفسرين والذين ينصبون أنفسهم رجال دين لكي يتفننوا في القضاء على الإنسان الذي يخالفه رأي أو لون أو عرق أو دين، فهذا هو عهدنا برأي السيستاني وتحديدا في هذا الموضوع الذي يوحد البشرية جمعاء. ماهر محي الدين: تزايد حدة الإرهاب والانقسامات الطائفية وتمزيق النسيج الوطني سببه هكذا خطابات غير مسؤولة أدت إلى نتائج وخيمة على البلد، ويبقى خطاب ونهج المرجعية نحو احترام المكونات الأخرى وعدم المساس بهم للحفاظ على الوحدة الوطنية. علي الزيدي: مهما كان يقصد رئيس ديوان الوقف الشيعي كلامه غير مقبول في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكلام العقلاني الذي يطمئن الناس، وكلام المرجعية أكبر رد عليه بأنه مخطئ ويجب أن يقال ويأتي بآخر غيره. في تويتر عباس والي يقول: مواقف ثابتة على وحدة الوطن والشعب ورفض النعرات الطائفية والمذهبية والقومية وتوحيد الخطاب، أما تصريح رئيس الوقف فأشكك في صحته ومضمونه أصلا. بشار تشياد: فعلا التطرف لا يقف عند طائفة أو مجموعة بعينها، ونبقى ندافع عن المسيحيين وغيرهم كما ندافع عن مقدساتنا بالنجف وكربلاء المقدستين. الكناني باسم حسن: أعتقد يجب محاسبة رئيس الوقف الشيعي على أساس أنه مسؤول حكومي حتى يحس باقي المسؤولين بالمسؤولية تجاه مكونات المجتمع.